السلام عليكم ورحمة الله، أطيب التحية لكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بكم بحلقة جديدة من طبيبك معك. كل إنسان خلق من عندنا وهو يحمل صفات وطباع تختلف عن الآخر، منها ما هو سيء منها ما هو حسن، وأكيد بدرجة تختلف بحيث تخلق من عندنا الصالح والطالح. اليوم ما رح أتكلم وياكم عن مرض معين وأعراض وعلاج، لكن رح نحاول أن نفسر ونفصل طباع وتصرفات الإنسان من الناحية النفسية مع الطبيب النفسي الدكتور مخلد الفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتورة أهلا وسهلا بحضرتك ويانا. دكتور، السلوكيات الشخصية أكيد أكو شغلات إيجابية أكو شغلات سلبية، لكن أكيد من تزيد عن حدها تتحول إلى مرض. نعم. اليوم رح ناخذ عدة جوانب. أريد أبلش وياك بالشيء السهل اللي هو الكذب. نعم. ماكو إنسان ما يكذب، أكو فتشي يسمى بالكذب الأبيض وأكو الكذب الأسود. الكذب الأبيض اللي هو خلينا نقول مقبول، بحيث أنه أنت ما رح تؤدي بشخص ولا رح تؤدي إلى حدوث مصيبة، ويعني ماكو إنسان معصوم مثلا من الكذب، أوكي، ولا أنه إحنا ملائكة، لا، كل إنسان أكو بجانب خير وأكو بجانب شر أكيد. لكن متى ما كان هذا الموضوع يعني مغطي على كل جوانب حياته رح يتحول إلى ما يسمى بالكذب المرضي. ليش الإنسان ممكن يكون كاذب مرضياً أو بصورة مرضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً بالبداية الكذب شنو تعريفه؟ الكذب هو عبارة عن تزييف الحقائق بشكل جزئي أو بشكل كامل، أو اختراع قصة مضادة. قصة مضادة بمعنى قصة خيالية، وذلك لأغراض نفسية مادية واجتماعية. الأغراض النفسية اللي هي مثل ما قلنا اللي قلت حضرتك الكذب المرضي. نعم. الأغراض المادية والاجتماعية اللي هي المشهورة والمتداولة بين الناس، اللي هو مثل ما قلتي الكذب الأبيض وغيره من الكذب. نعم. وينتقل بعد ذلك لغرض الخداع، مثلا النصب، السرقة، الاستغلال وغيره. يعني معناها يكون درجات هذا درجات الكذب، ممكن بالضبط. تكون كذبة بسيطة خلينا نقول بريئة، لكن ممكن تخفي وراها مصالح تتعدد. صحيح. بحيث انه هو قلت لي راح يتدرج يصير خداع. نعم. ويصير نصب واحتيال. هنا نقسم احنا الكذب الى ديفنسيف واوفنسيف. الكذب الدفاعي. تمام. الكذب الدفاعي هو لرد خطر او لدفع خطر معين، مثلا الكذب في حالات الخوف اللي هو الاشهر. نعم. الطفل يخاف من ابوه وامه فيكذب على مود يرد يرد مثلا عقابهم او يبتعد عن عقابهم. هذا الكذب الدفاعي. نعم. يعني معناها قبل ما ندخل أن وياك بتفاصيل أو أنواع. نعم. الكذب، خلينا نوه المشاهدين أنه تقدرون يشاركونا بحلقتنا لهذا اليوم فيما يخص الاضطرابات أو السلوكيات الخاطئة للإنسان، وطرح أسئلتكم على دكتور مخلد عبر أرقامنا اللي احتضر لكم أسفل الشاشة. نعم دكتور، فهمت من حضرتك أنه الكذب مو نوع واحد. نعم. أكو عدة أنواع. نعم. شو نقدر نقسمه؟ الكذب الدفاعي اللي هو الكذب لرد الضرر أو. نعم. دفع الضرر عن الإنسان، وفي حالات الخطر مثلا، في حالات الخطر مهما كان هذا الخطر بدرجات مختلفة، خطر قليل، خطر كثير، خطر متوسط. اثنين، الكذب الهجومي أو. نعم. الكذب بغرض الاحتيال مثلا الديسبشن، أو بغرض السرقة، أو بغرض تشويه الحقائق. نعم. هذا الكذب يكون متطور جدا، يكون بقصص مختلفة، والغرض منه هو غرض أكبر من الغرض الشخصي بمحركات خارجية. يعني معناها اللي يكذب لازم أكو منفعة شخصية وراء الكذب مالته، أو استمراره عليه، أو أنه دا يتطور بيوم ورا يوم. هذا الكذب الثاني الأوفنسيف الهجومي. نعم. أما الديفنسيف لا، ماكو منفعة شخصية. يضطر الإنسان أحيانا للكذب لدفع ضرر معين ممكن يصير. يعني ممكن دفاعي أو ممكن. نعم. منافع شخصية. نعم. ويعني أول اتصال هذا اليوم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا ومرحبا. تحياتي للدكتورة السيدة رشا وللأستاذ الدكتور النفسي الدكتور مخلد الفضلي. أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. شكرا جزيلا. طبعا سلوكيات الإنسان هي تتبع الاضطرابات الاجتماعية أكثر شيء، يعني الاضطرابات الاجتماعية من الممكن أن تنطلي على الإنسان فيمر بعدة سلبيات، منها الكذب وحتى النفاق. أنا أعتبرهم أمراض نفسية، حتى بالقرآن في قلوبهم مرض. السؤال الذي يطرح نفسه، السؤال الذي يطرح نفسه، هل يستطيع الإنسان أن يدافع عن نفسه بواسطة الميتافيزيقية ما وراء الطبيعة، يعني ما وراء عقلية الإنسان، بحيث يتجنب النفاق والكذب ويكون سويا امام الله؟ وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعم، شكرا لمداخلتك. هسه هو الاخ طلع لي انه المريض بالكذب هو يعني انسان مظلوم، لانه دا يتعرض لظروف مثلا اجتماعيه محيطه به تجبره ان يكذب،
وده تجبره ده تاخذ عاده او اسلوب حياه. وبنفس الوقت ده يسال انه يقدر الانسان يعيش سوي مستقيم، يبتعد عن حتى هذا الكذب البريء اللي قلنا عليه، او اللي مثلا ما يؤذي احد ويكمل حياته بصوره طبيعيه. نعم، هذا يرجعنا احنا لاساس تكوين شخصيه الانسان. احنا يمكن حاجين بحلقه سابقه عن الشخصيه، كيفيه الشخصيه نعم. وكيفيه تكوين الشخصيه، وقلنا انه المؤثرات الاجتماعيه، المؤثرات العائليه والعامل الجيني، بالاضافه الى الثقافه والاخلاق والدين الخارجي يعني المجتمعي، هي اللي تكون شخصيه اي انسان. زين. لذلك هاي كلها راح تنصهر في تكوين السمات الشخصيه، منها سمه الكذب. زين. هل يمكن ان نعتبر ان الكذب مقبول في علم النفس؟ طبعا علم النفس يرفض تماما اي نوع من انواع الكذب تماما، ما عدا كذب الخيال اللي هو الفانتازيا، اللي هو مثلا في حالات الكتاب من يكتبون قصة مثلا يسرح بخياله بعيد، أو المخرج مثلا، أو الكذب عند الأطفال مثلا خيال الصديق الخيالي، وشون يرسم مع الصديق الخيالي، أو مثلا الطفل من يلزم سيارة، أو البنية من تلعب اللعبة الباربي تتخيلها فتتخيلها فتألف قصة معينة. هذا فقط الكذب الصحي اللي هو ما يندرج تحت الكذب بقدر ما يندرج تحت الخيال. تحت الخيال نعم. أحسن دكتور. يعني اتصال من قحطان. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم دكتورة. السلام ورحمة الله، يا هلا. من تعرف على أبو شمس؟ أهلا وسهلا، كل هلا بحضرتك، تفضل. دكتورة أنا عمري 23 سنة. نعم. بس أحس نفسي يعني دائما متكئب، يعني دائما متكئب، دائما أضايق. أنا أحس نفسي هيك، ومرات أحس نفسي عكس المطلوب. زين. زوجتي دائما تقول لي أنت متعقد، ليش متعقد؟ ليش دائما معقد الأمور؟ رغم أنه مرات أنا مثلا سبب أو بدون سبب أحس نفسي أنه مضايق من نفسي، أحس أنه أنزل بالوحدة، يعني أطلع عن البيت. نعم. اطلع برا، احب الوحده، احب يعني شيء مكان خالي من السكان، خالي من البشريه، دائما اسال هاي الحاله. خلينا نشوف دكتور مخلد شيء يحب يسال حضرتك، يعني يعاني من الكآبه ويحب العزله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من ايش وقت بدت عندك هاي الاعراض اخي؟ والله دكتور شو اقول لك، يعني انا مثل ما تقول وعيت على هيك شيء، يعني مو شيء مبتكر، يعني عندي مو شيء مستحدث عندي. نعم. هل تأثر يعني على من تزوجت؟ من تزوجت يعني حسيت وصار عندي، كان ما عندي اطفال، 13 سنه ما عندي اطفال، بعدين الحمد لله وشكرا عندي 3 بنات حاليا. نعم. احس انه احب اكره الضوضاء، اكره الهوسه، اكره بس العفو دقيقه يعني اخوي، انت قلت لي انه عمرك 23 سنه؟ بالضبط اي. زين لا شنو 13 سنه انت ما عندك اطفال؟ ما ادري والله، قلت لي سبحان متاخر بس ما اعرف الفتره اللي بقيت فيها زين. زين تمام، باي عمر انت تزوجت؟ والله ما اتذكر عن قد عمري تزوجت. تمام اوكي ماشي. نعم. بعد شو تحب تساله؟ تعتبر انه نوع مثلا من الديس اوردر، يعني ديس اورينتد البيشنت مثلا؟ ممكن، يعني انه هل هذه الاعراض الاكتئابيه اللي عندك اثرت على مستواك بالشغل مثلا، وظيفتك، على وظيفتك كاب مثلا، كوظيفتك بالشغل؟ اي بالضبط، حتى يعني سببت لك تراجع معين؟ نعم. بعملي دائما يعني اصير شلون عصبي من واحد يحكي وياي، يعني انه اكثر اكثر من اللازم عصبيتي. نعم. الموضوع يعني موضوع مزاجك هو اللي متحكم بيك، مو انت متحكم بمزاجك. نعم. مزاجك هو اللي متحكم بيك، مو انت المتحكم بمزاجك يعني. بالضبط 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 دكتور بالضبط، صحيح كلامك. ما تتمتع بشيء من تطلع، من تسافر، من تروح المكان؟ ماكو شيء طلعك من حالة الكآبة اللي انت بيها؟ ماكو اي شيء؟ بالضبط اي، انا من اطلع خارج البيت، من اطلع خارج محافظتي، يعني يقل عندي هذا الشيء. نعم. هذا زين. نعم اوكي، يعني صحيح. تغيير المكان او السفر يعني بالضبط اي. ليش دكتور قلت لك انا قلت احب انه انعزل بوحدي، احب انه ما احب الضوضاء، ما احب المدينة هيك، احب انه انعزل دائما. نعم. ما جربت تراجع طبيب نفسي اخويا؟ او دكتورة؟ ما جربت ان تزور طبيب نفسي؟ ما ماخذ اي علاجات دكتوره. رحت لزياره طبيب نفسي؟ شافك طبيب نفسي لو لا؟ لا 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 عفوا لا ما رحت. يعني هذه اول استشاره دكتور مخلد؟ هاي اول استشاره. نعم. اول استشاره طبيه من قبل الدكتور. نعم. ما عندي أوكي. ما اكيد احنا كلش نحييك على اتصالك على مود تاخذ المشوره النفسيه. الله يسلمك. لازم يراجع دكتور طبيب هو نفسي. هو الهدف هسه بغض النظر عن مراجعتك لطبيب نفسي او لا، هو تبديل الافكار السلبيه او الافكار الاوتوماتيكيه، احنا نسميها اوتوماتيك ثوت. فالافكار السلبيه اللي تتولد واللي تسيطر على عقلك الباطن واللي تهيئ لك انه الحياه سوداء او الحياه بدون معنى، وانه اكو فد سيناريو مرعب لهذه الحياه او سيناريو قلق جدا لهذه الحياه، لذلك هو اللي يخليك تنعزل عن المجتمع ويخليك تبتعد، واللي ما يخلي الطعم لاي شيء الا اذا ابتعدت مكان
بعيد معين. هاي تغيير هاي الأفكار السلبية وتغيير السلوكيات الناتجة عن الأفكار السلبية هو العلاج الكامل لك إن شاء الله. لأن دكتور أراجع دكتور نفسي أفضل. نعم إذا أنا أفضل إنه تراجع طبيب نفسي لتغيير هاي الأفكار السلبية والسلوكيات السلبية عن طريق العلاج السلوكي المعرفي. نعم. نعم دكتور أشكرك نشكر اتصالك. طبعا دكتور يعني أنا أيضا في كل موضوع نفسي نتكلم به يعني سواء ويا حضرتك أو ويا غير ضيف أحب أنه أرجع أقول للناس أنه ماكو عيب ولا أكو ضرر نهائيا ولا أكو أي إحراج من مراجعة الطبيب النفسي. الأعراض النفسية أو الأمراض النفسية حال أي مرض عضوي ثاني في أي مكان بالجسم، لكن هي الفكرة تبقى السائدة عند الأغلبية من الناس أنه يعتبرون هذا هو وصمة عار زيارتهم للطبيب النفسي. لا يعني هن نقعد ونسولف وكل الأشياء اللي أنت تحس بيها وممكن تنحل الشغلة بمشورة نفسية أو ممكن أي علاج بسيط تنحل المسألة. نعم ويانا اتصال من أم أمير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلون يا هلا بحضرتك تفضلي. بس أنا أسأل على حالة ابني منور هو عمره 3 سنوات ونص بس احس شلون عنده كآبه، شلون الحاله النفسيه، متصفن هوايه، قليل الكلام زين يعني مو مثل اقرانه كلامه. شكيت توحد راجعت اطباء قالوا انه مو توحد، ما اعرف يعني هل هاي كآبه لها علاقه بالحاله النفسيه؟ نعم دكتور شنو تحب تسألها على ابنها؟ طبعا هي لازم هواي اسئله. نعم يعني هل هو ما يحكي نهائيا ام امير؟ لو يحكي مثلا لا يحكي يعني كلمات مرات يكون جمل بس عند الضرورة. يحكي ياكم بالبيت بس لو خارج البيت هم؟ لا خارج البيت هم نفس الشيء يعني يتفاعل ويا الأطفال يحب الأطفال. نعم. بس ما يحكي يعني وياهم بس. نعم. وياي أو مرات ويا معلم في الروضة. موفري له الدعم النفسي الكامل التربوي الكامل من قبل الأبناء؟ ايه بالبيت ماكو مشاكل بالبيت؟ نعم لا ماكو مشاكل بس أنا وأبوه وعنده أخو نعم. نسأل على العامل الوراثي والعامل الجيني عن للأب وللأم وللخال وللعم، هل كان مثلا بالطفولة كان أكو حد يعاني من هذا الشيء؟ لا نهائيا لا بعائلته ولا بعائلته وأصلا يعني غريب زوجي يعني مو تقول أقارب حتى تصير عوامل وراثية وشيء. يبقى هل الطفل متعرض إلى صدمة معينة؟ مثلا شاف فد شيء خوف، سمع فد شيء خوف، واحد مخوفه مثلا؟ لحد سنة ونص هو تمام كل شيء ما عنده مشاكل ويحكي. ورا السنة ونص كان أطفال ويانا بالبيت بعدين انتقلنا البيت وحدنا. صارت فترة كورونا روضة ماكو حضانة ماكو، يبقى فترة طويلة وحدة بالبيت يستعمل شاشات موبايل تلفزيون. فما أدري إذا هذا الشيء هو اللي أثر عليه. إذا استعملها بطريقة مفرطة يعني مثلا نحكي عن 5 ساعات فوق باليوم. لا طريقة يعني تسد باليوم ساعتين يعني هيك. نعم أي. ويكون تحت المراقبة الأشياء اللي كان يشوفها. اي طبعا اي مراقبتهم يعني هو كارتون استحياء سمسم مال النسخة العربية. نعم. هل تحسين عنده خجل الطفل بالتكلم مع الآخرين؟ اي بالي. نعم ايه عنده خجل. نعم. عنده خجل واحس الذكاء قليل يعني مو انتباهه مثل الاطفال اللي بعمره. يجوز هي اهتماماته يعني. لانه قليله فيكون قليل الانتباه لانه ماكو شيء اصلا يهمه فليش ينتبه عليه؟ إيه لا يعني هسه انا مثلا احطه قدامي اسوي له تمرينات مع النطق مع الحروف الارقام. كل شيء اسوي له العاب مثلا تعليميه بس احس يعني مو كل شيء يتفاعل. حركته شلون يا ام امير؟ حركته لا حركته زينه يعني. نعم. نوعا ما زينه يحب الطلعه. بس هو احس مرات ينذار داير روحه بالبيت يتصفن شوي يدرك الخطر الامور الخطره الشارع الكهرباء النار. اي لا هاي اهم شيء طبعا. اي لا يعرف دكتور هسه هي يعني مراجعه طبيب نفسي وطبيب نفسي ولا طبيب اطفال راجعتي ام امير؟ والله 3 اطباء اطفال راجعت. زين مراجعه فقط اطباء اطفال يحتاج انه تروح لطبيب نفسي؟ طبيب نفسي طبعا لازم تروحين طبيب نفسي ام امير، الشغله مو وين طبيب الاطفال. ممكن يكون خجل هذا عند الطفل، ممكن يكون قله ثقه بالنفس واحنا هاي ما نعتبرها في مشكله كبيره. احنا اهم شيء التفاعل الاجتماعي انه مثلا مرات احس مو كلش يعني طبعا هاي يعني احنا ما نقدر نشخصه الى نشوف الطفل ولكن قله الذكاء وقله القدرات الادراكيه
هذه طبعا دائما عامل وراثي. نعم هاي مو مشكله، هاي مو يعني مثلا في شيء مكتسب. نعم. هذا في شيء وراثي، يعني الطفل يولد بهيك قدرات. نعم. هاي بغض النظر عن تشخيصه طبعا، احنا ما مشخصنا ولا شفنا الطفل. يعني هو انا افضل انه ان تتركين المقارنه، ان تقارنين هذا الطفل يعني صح. اقرانه. نعم. انه هو هذا شاطر هذا مو شاطر، هذا ذكي هذا نبيه. اي خصوصا مو مساله اقارن، هو اول طفل الي، يعني بالعكس ابد ما اقارن، بس انا اشوف قدراته مو على قد عمره. يعني هو اهم شيء ام امير، اهم شيء التفاعل الاجتماعي. نعم. ويا الاطفال اهم شيء النطق والكلام، واهم شيء الشيء الثالث هو معرفة الخطر وادراك الخطر. هاي اهم شيء ثلاث امور. يحكي دكتور بس مثلا اقول له شنو اسمك، المفروض يرد يقول لي مثلا اسمي كذا. ما يرد هو، ما يرد اسمه، ما يقول اسمه. ايش قد عمرك؟ مع العلم انا اعلمه يعني، خاصه هاي الفتره راحت وايد اعلمه. زين. يعني ما يستجيب لاوامرك قصدك؟ ما يسمعك؟ اي مو جوز هو مثلا ما جاء على مزاجه اني جاوبك الاوامر. مثلا ماما سد الباب، ماما روح هاي، ماما هيك يسوي يسوي. نعم نعم. بس ما يرد علي. نقص انتباه هذا يسميه. او جوز عناد دكتور، هو يعاند انه ما يحب انه يجاوب. على العموم مثل ما قال دكتور مخلد، يعني بهيك عمر احنا ما نريد من قدام مثلا يحل لنا معادله حسابيه. قد عمره هو؟ عمره 3 سنوات. لكن سنوات. يعرف اللي يؤذيه شنو الخطر، يبتعد عنه ويحاول انه يكون اجتماعي ويا اقرانه او يعني باللعب. بالنسبه هذا الشيء كلش كافي بالنسبه لعمره، ولازم تاخذين مشوره طبيب نفسي. تمام؟ ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لاتصالك عزيزتي. ويانا اتصال من حسن. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتوره عندي والدي. نعم. عندي والدي يعني عنده رسه بايده وما يقدر يشد كل شيء. زين. ايه يعني اخذت اكثر من طبيب، ما اعرف شنو يعني، بس هي اعصابه يخون اعصاب، ما اعرف يعني ايده ليش يشدها بس ترقص يعني ترى شيء. هذه مشكلة عصبية وليست نفسية، مو تمام دكتور مخلد؟ الرجفة؟ اي رجفة بالايد، يعني اكو رجفة مستمرة بالإيد. يعني لو ممكن باركنسون لو اي يعني رجفة مستمرة بس بالايد، لو بال إيه؟ مثلا بحلقة او برجلة. دكتور مستمرة، هي مستمرة. نعم. من شو وقت بدت؟ زين. بدت قبل تقريبا 4 أشهر أو 5. اخذ ادوية معينة؟ كان ياخذ ادوية معينة في شيء؟ اكو عنده امراض مزمنه الوالد بحيث انه دا ياخذ عليه ادويه بصوره مستمره؟ اي بصوره مستمره، يعني يعني 24 ساعه هي ترقص. لا مو الرجفه اخويا، وانما اكو عنده امراض دا ياخذ عليها علاج، مثلا ضغط، سكر، امراض بالقلب، شنو عنده مشاكل؟ لا 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 ما عنده، كل امراض ما ياخذ دواء يعني. زين. هو كل الامراض ما عنده. يعني هو بالبدايه اخوي لازم يراجع طبيب اعصاب، جمله عصبيه. جمله. نعم. عصبيه لتحديد السبب. اذا طبيب الجمله العصبيه هو عصبي يعني. نعم. من النوع العصبي. لا ما لها علاقه العصبيه، العصبيه كطبع اللي احنا اليوم اذا لحقنا انه نتكلم عليه هذا واحد، بس طبيب جمله عصبيه. اقصد الاعصاب الداخليه يعني للجسم اللي تقول الاعازات والحس والحركه. اعتلال عصبي ممكن يكون. نعم. عنده اعتلال بالاعصاب، فتراجع يعني اخصائي امراض الجمله العصبيه للوالد، وان شاء الله الصحه والسلامه. شكرا لاتصالك. ويانا اتصال من خالد. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، تفضل. يعني دكتور عندي زوجتي. نعم. عندها نتور برجلها. زين. وراجعت المستشفى والدكاتره يقولوا ما له اي علاج. زين. يعني شنو ما له اي علاج؟ بالضبط هو يعني شلون رجلها اليمنى مرات تطلع بها واليسرى يصير بالشعر. زين. نهايه رجلها يورم مثل الورم يصير عندها ضخم. اوكي، اولا هو يعني خارج موضوع حلقتنا لهذا اليوم، لكن اوكي لا بس انه افيدك انه هو تتوجه تراجع طبيب كسور، واكو الموضوع اكو الى علاج، يعني سواء انه علاج دوائي او حتى تداخل جراحي بالحالات المتقدمه. شكرا لاتصالك. نعم. شكرا. اهلا وسهلا دكتور. ارجع وياك على موضوع الكذب. نعم. الشخص الكاذب بصوره مرضيه بصوره مفرطه، هل نعم. هو جاني بحيث انه هو يؤذي للاشخاص المحيطين به بهذا الكذب مالته بطريقه او باخرى، لو هو ضحيه مثلا اللي خلينا نقول فتشي او اضطراب داخلي تخليه يستمر على هاي الصفه؟ هاي طبعا هي هذا الجواب الى قسمين، هو نعم. جاني وضحيه بنفس الوقت. هنا حسب نوع الكذب، يعني الكذب المرضي اللي هو الكذب اللي يبدا من عمر تقريبا 15 او 16 سنه ويستمر، والكذب المرضي هو كذب انه تلفيق قصص كامله بشكل كامل قدام الناس، والناس تعرف انه هو دا يكذب ولكن هو مستمتع بهذا الكذب نتيجه محرك داخلي وليست نتيجه محرك. ليش يستمتع بهذا الكذب؟ هذا لاشباع عقد النقص اللي بداخله مثلا، لاشباع
يعني او لجذب الانتباه داخله، بنرجع للطفوله، بالطفوله هذا الشخص ما كان يحصل على فد انتباه معين من ابوه او امه، او مثلا شاف انه ابوه مثلا كان يتنمر على شكله او امه تتنمر على شكله او ما تاخذ برايه، فتوصل الى استنتاج خاطئ انه هو يكذب على مود يقدر يجذب ابوه وامه، وبالتالي يكذب بعدين على باقي الناس، فصارت عنده عاده سائده. هسه هذا طلع عشان هو ضحيه. هنا احنا عندنا طبعا هو مو سالفه ضحيه، ليش؟ لان الانسان كل ما يكبر تكبر ويا قدراته الادراكيه، نعم، ويكبر ويا قدراته على التمييز بين الخطا والصواب، نعم، موجود ثوابت اخلاقيه والدينيه، نعم، اللي هي تمنع وتردع الكذب. هنا لا يمكن يعتبر الضحيه هو، ما عدا في حاله اضطرابات الشخص، حتى في حاله اضطرابات الشخصيه واللي هي اضطراب الشخصيه شيزوتابل او الشخصيه غريبه الاطوار، نعم، واضطراب الشخصيه الهستريونيك الشخصيه الصارخه الخيال، نعم، أيوة الهستريونيك اللي هي شخصيه النساء الصارخه المغريه، نعم، وكذلك اضطراب الشخصيه المضاده للمجتمع. هنا الشخصيه المضاده للمجتمع لا يمكن اعتباره ضحيه وانما مجرم، بسبب انه الكذب هنا يتحول الى مراحل الخداع والنصب على الناس واذيه الناس. نعم، احسن دكتور. يعني اتصال من شيماء. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، يا هلا، تفضلي. دكتوره بدون زحمه، عندي سؤال عن ابني. نعم. عمره 4 سنوات وشهرين. نعم. تاخر بالعفو بارتداء الحفاضه، يعني ما جاي يقبل يجيبها. زين. عانيت وياه بالصيف العام، انه بقيت وياه شهر او شهرين تقريبا، انزعني اياه فتره طويله، بس يرجع يعني ما يقول العفو الى وين، حتى لو 3 ساعات 4 ساعات 5 او نص نهار، يبقى يتاخر الى ان الفه، يلا يعني يبقى يبكي وما يقبل، عنده خوف يعني. شو اسوي في الحاله؟ انت من يا عمر بديتي تحاولين ان تعلمي على هذا السلوك؟ ثلاث سنوات تقريبا. زين دكتور، يعني طفل دي عاند على مود يعني دا نغير الطبع مالته، دا يتحول خلينا نقول من لبس الحفاضه الى نزعها، لكن هو بدا يتقبل هالفكره. ممكن يكون خايف من الذهاب الى الحمام. خايف. خايف هو يقول انا خايف. خايف من هاي العمليه. زين. الذهاب للحمام وخروج شيء من جسمه ويعتبره في عمليه يعني مرعبه بالنسبه له، او عمليه عدائيه تهدد جسمه. لذلك يفضل الحفاظة على مود يتجنب كل هاي السلسلة من الأشياء المرعبة بالنسبة إليه. العلاج هو أنه نحببه باستخدام الحمام عن طريق بالتدريج، مثلا عن طريق استخدام يعني هاي القعادة مثلا، اللي وبعدين شوية شوية يعني بالحمام لحد ما يتقبل الفكرة. مو فد شيء صعب، ونقدر وتقدر انه يعني تستخدم مبدا الثواب. بالضبط. مثلا هديه صغيره، لعبه صغيره، نستله، هذه الشغلات مثلا تشجعي عليها وتقدرين يعني ازاله المؤثر، تسيطرين على بالضبط ازاله يعني المؤثر، وتسوي له فد محفز على مود يحب هذا الموضوع ان شاء الله. بس يعني سؤال، انه يعني شيء طبيعي لو لا مثل هذا؟ هو مو يعني لا تعتبري مرضي، هو مو فد شيء مرضي، هذا فد شيء سلوكي. هو لازم تتعلمين عم تتعود، هو سلوك خاطئ اذا يسويه يتعالج ان شاء الله ويتقوم. تمام ان شاء الله. اشكركم دكتور. شكرا عزيزتي، شكرا لاتصالك. ويانا اتصال من مهند. الو. الو، مساء الخير. مساء الخير، يا هلا ومرحبا، تفضل. انا عندي بس سؤال للدكتور، بما انه اليوم موضوع السلوكيات. نعم. مشكله الاقلاع عن التدخين وصعوبته. زين، انت مدخن حضرتك؟ اي نعم. ايش قد صار لك الدخن؟ تقريبا 2010. من 2010، ايش قد عمر حضرتك؟ نعم. ايش قد عمرك؟ عمري 26 سنة. زين، 26 سنة، يعني تقريبا من عمر 16 او 14 سنة انت بديت التدخين. زين، ايش قد تدخن باليوم؟ والله هواي، مو شرط، مرات باكيت سجاير، مرات اثنين. زين، معناها يعني مدخن بصورة مفرطة دكتور، ودا يريد يتخلص من الإدمان على التدخين. هو أول شيء إزالة السبب الرئيسي أو السبب الأولي أو الأسباب الأولية اللي دفعتك إلى اللجوء للتدخين. لابد من وجود هاي الأسباب، حتى إذا أنت تكون غافل عنها بالعقل الباطن بالعمر 16 و15 سنة. يعني هاي الأسباب، هل تكون محفز خارجي مثلا من قبل أصدقائك، من قبل مجموعة ناس حرضوك أو دفعوك للتدخين، أو وجود مشاكل اجتماعية، وجود مشاكل نفسية، تعرض لصدمة معينة. حل هاي المشاكل هو حل جذر التدخين. يبقى الشيء الثاني هو حل مشكلة التعود وليس الإدمان على التدخين. ما عندنا شيء اسمه احنا إدمان على التدخين، عندنا التعود على استخدام الجيجارة. ها
هذه عن طريق مجموعة من الأدوية، عن طريق مجموعة من يعني العقاقير، ممكن أنه أنت تقلع عن التدخين بصورة سهلة بالتدريج طبعا. يعني معناها لازم أنه يراجع طبيب نفسي. نعم. أي شخص دا يريد يترك التدخين لكن يشوف أكو عنده صعوبة به، العلاج يعمل طبيب نفسي بالضبط، لأن هو التدخين يلعب بالدوبامين بالدماغ، يزود الدوبامين شوية، فمن يقل الدوبامين فننطي أدوية يستخدم تعوض هذا الشيء بحيث ما يلجأ للتدخين مرة أخرى. تمام، شكرا للتوضيح دكتور، شكرا لاتصالك أخ مهند. ويانا اتصال من أبو زهراء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. مرحبا دكتورة. يا هلا ومرحبا، تفضل، شنو السؤال؟ الله يبارك فيك، شلونك حبيبي دكتور؟ يا هلا وسهلا، هلا بيك عين أبو زهراء، هلا بيك. الله يبارك فيك دكتور. أنا أب لولد وثلاث بنات. زين. ابني حاليا عمره تقريبا 17 سنة. نعم. حقيقة أنا أعاني من سلوكياته، يعني سلوكياته يعني كلش ما تتناسب ويا وضعنا، ولا اقدر اتحملها، ولا يعني احسها مستفزه الي 24 ساعه على مدار اليوم. شنو هي السلوكيات؟ نعم، شنو هذه السلوكيات اللي زعجتك؟ يعني ابسط شيء انه عنيف، عنيف بشكل مو طبيعي، بالمدرسه متهاون بشكل مو طبيعي، يعني رغم انه انا موفر له كل البيئه والظروف الصحيه الصحيحه اللي يساعد على مقومات النجاح بصراحة. نعم. يعني زين. فهو من هو صغير يعني عندي والدتي دللت دلال يعني أكثر من اللازم، وهذا الدلال يعني بعض الأحيان شجعه أنه يعصي أمر أمه وأبوه، يعني تعرفون على البيئة العوالي اللي موجودة، بيئة العوالي العراقية، أنه الأم الكبيرة من تحب لطفل الدنيا منها أكثر من اللازم. هو هذا الحفيد من الأول دائما. نعم، هي هاي المشكلة تكون، يعني هي مرات يعني والدتي وعلى عيني وعلى راسي وهي فخري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها ويحفظ جميع الأمهات. نعم. لكن يعني حمايتها إلى سبب الضرر لأمه وأبوه والأخوات. يعني أنا حاليا يعني ساكن خارج أهلي، يعني مو ويا أهلي. نعم. إشقد حاولت أنه أكسبه، إشقد حاولت أنه أجيبه للطريق. نعم. حاولت أنه أقومه بشكل صحيح، ما جاي أقدر بصراحة. إيش قد عمره هسه هو؟ أغلبها مستفزة يعني. إيش قد عمره أبو زهراء؟ عمره 17 سنة. 17 سنة، زين. يعني ما شاء الله هسه هو صار كبير تقريبا بطولي، يعني حتى ما أقدر يعني أحكي وياه بالطريقة اللي كنت سابقا أتكلم بها وياه. طبعا أكيد يعني صار رجال. شنو رجال يعني إذا أعطاه أضغط عليه زيادة عن اللزوم خاف يتمرد النوب أكثر يعني. صحيح. هو مجرد عدواني أبو زهراء لو ممكن يسوي سلوكيات ثانية. يعني ابسط شيء العفو دكتور، مثلا يعني تعرف مرات العائله تجتمع على سفره او على فد قاعده معينه او على فد برنامج تلفزيوني، يعني هو اذا اجى قاعد بنصنا لازم يتحرش بوحده من اخواته الصغار، لازم يسوي له فد مشكله، لازم يسوي فد سلوك يعني يستفزك به. ايش قد حاول انه انت تضبط نفسك وياه يخليك انه تصير عصبي ويخليك انه تتصرف وياه في التصرف. ابو زهراء يكذب، يتعمد الكذب، يالف قصص لو ما عنده هيك شيء. والله هو مرات يعني يكذب، ومرات لا يعني يصارحك، يسوي فد اشياء انت ما تتقبلها، يجي يحكي يقول انا كذا وكذا سويت يعني. نعم. يعني يكذب لي، يكذب فقط لدفع الخطر عنه، لو يكذب لغرض الخداع مثلا او تاليف قصه كامله او ايقاع مثلا يعني او بين الاب والام او غيرها. لا هو يعني هو بطبعة بتصرف، هو أكثر شيء مأذي نفسه يسوي، مو بس مأذينه يعني، لأنه مستقبله يضيع منه. بالمدرسة الآن مبالات عدة بشكل مو طبيعي، ويكذب ومرات يطلع من المدرسة ما يداوم يعني. نعم. يشرد. دكتور، هذه هل تعتبر يعني هاي الأعراض اللي دا يذكرها الأخ تعتبر يعني اضطراب سلوكي بالنسبة عند الولد؟ ممكن اضطراب سلوكي، ممكن بالنسبة لهيك عمر، ممكن اضطراب سلوكي، ممكن بدايات اضطراب شخصية معينة، ممكن يعني ممكن تعرض لقلق معين، ممكن حتى الاضطراب فرط النشاط وقلة التركيز اللي يصير عند البالغين. نعم. محتاجين تفاصيل اكثر طبعا. عند لا مبالاه يعني انا اسميها. نعم. شايف مرات الشخص تقول له انت ما عندك احساس. يعني احس ان هذا الشيء عنده 100% يعني. نعم. عنده لا مبالاه بشكل مو طبيعي. لازم يراجع طبيب نفسي. لازم للتفاصيل اكثر ابو حضرتك. والله يا دكتور يعني لو انت تقول لي مكانك ازورك بصراحه، اجيبه واجيك، لان الحقيقه يعني والله ما تدري قد يعني الله كاد يعني. تمام. اوكي ابو زهراء، العنوان دكتور اذكره يعني لحتى انه يستفاد منه. عيادتي بالمنصور مجاور فلافل، العطشان شارع 14 رمضان.
جزاك الله ألف الله خير دكتور، الله يسلمك، شكرا الله جزيلا يخليك لكم. شكرا لاتصالك. الله يسلمك. نعم، ويانا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا، تفضلي. الله يسلمك دكتورة. نعم. طبعا أحييكم على هذا البرنامج. شكرا لحضرتك. نعم، تفضلي. الله يسلمك دكتورة. احنا عندنا استفسار بخصوص طفل عندنا. نعم. عمره 5 سنوات. نعم. يعني طفل عنيف لها درجة. زين. سلوكياته جدا عنيفة، عنده نوعا ما ألفاظ لعبية. زين. بالرغم من احنا دكتورة يعني تعاملنا وياه كلش يعني راقي، احنا ما عندنا يعني من تلفظ بيئة، يعني بيئة البيت تخلو من هذه. نعم. الأشياء، البيئة اللي نعم. هو عايش فيها الطفل تخلو من العنف ومن الألفاظ النابية. اي بلي بلي. زين. وعنيف يعني يمد ايد على الأكبر منه، واحنا يعني بحكم هو طفل ما نعم. نعرف يعني قلنا شلون نتعامل وياه، مثلا نتعامل وياه باللين ما نفع، مثلا طفل بالعصبية. هو احنا هنا اول شيء لازم نشخص الاضطراب اللي عنده، هل يكذب هذا الطفل؟ يتعمد الكذب؟ نعم. يتعمد الكذب؟ يتعمد ان يكذب هذا الطفل؟ لا لا. نعم. زين. يسرق اشياء معينه او ياخذ اشياء معينه منك من ابوه او؟ لا لا، بس هو عنده يعني نوعا ما عنده شغله متجدده وهي شغله البخل. بخل. يعني ما يقدر حاجته ابدا. أنا بالرغم من احنا عندنا يعني صفه الكرم عاليه. نعم. دكتور. ما يفتح الحرائق وما يلزم شخاطه مثلا او العفو، نحاول دائما مثلا ندخل مواضيع بها كرام، فيها مساعده، مثلا حب حب الغير حبيبي، هذا الشخص محتاج نقدم له مساعده، بس هو ابدا يعني هو هيك عمر دكتور. نعم. يعني نقدر نقول عليه انه هذا مثلا عنده لؤم او عنده انانيه بعد 5 سنوات؟ 5 سنوات ممكن. نعم. ممكن، بس يعني احنا عندنا تشخيصين، كوندكت والاي دي اتش دي. نعم. فالاي دي اتش دي والكوندكت وايد تشابه طبعا، الكوندكت هو اضطراب الطفل العدواني، والاي دي اتش دي فرط النشاط وقله التركيز. نعم. فذني اضطرابين موجودين يعني تنطبق عليها هاي الاعراض. نعم. ما عدا انه الاي دي اتش دي ما يكذبون هو او ما يعتد او ما يضرب الاخرين بقدر ما يتحرك هوايه او ما يستمع كلام الاخرين. او عندنا شيء اسمه الابوزيت ديفيان ديس اوردر، اضطراب الطفل الثائر المعاند اللي دائما يعني دائما في حاله عناد مع ابوه وامه حتى على امور بسيطه هو يحبها. هم يعني التشخيص الثالث. زين، هسه هيك شيء طفل يعاني من هيك اعراض، هم ايضا لازم زياره الطبيب النفسي. نعم. نعم، ايضا لازم ايضا تاخذين تعرضي على طبيب نفسي. طبعا نستخدم وياه اسلوب الثواب العقاب، ويكون اسلوب الثواب العقاب بشكل جماعي، مو بشكل يعني بس انت او بس الاب، الكل لازم. يعني نعرف مثلا او من حضرتك انه مثلا تكون اسم دكتور مثلا يكون جيد بالتربله، احنا ما عندنا طلع عن الحقيقه على الدكاتره النفسيين. نعم. احنا ويانا الدكتور مخلد، يعني ابدا مو قاصر الرجل، دكتور مخلد الفضلي، وذكر قبل شوي عنوان عيادته بالمنصوره بشارع 14 رمضان. نعم. اذا تحبين يعني. نعم. تمام ان شاء الله. شكرا لاتصالك عزيزي. شكرا لاتصالك. نعم دكتور، بما انه قبل شوي الاخ فتح لنا موضوع الادمان ودا يسال انه هو دا يريد يترك الاقلاع عن التدخين، نعوف التدخين لان انت قلت عليه مو ادمان، لكن نجي على انواع الادمان الاخرى. نعم. واريد اسالك على انكار الادمان او الكذب بالادمان، شلون يعني توضح اكثر للناس؟ نعم. طبعا اغلب المدمنين وخاصه المدمنين ذول الاجريسيف الادكشن اللي هو المدمن بصوره كبيره جدا. المدمن على شنو فقط؟ المدمن المخدرات او الكحول. نعم. وخاصه الكحول راح ينكر انه هو مدمن، والانكار هو احد وهو جذر او هو الاساس بالكذب. زين. وهو آلية دفاع نفسي طبعا. نعم. الانكار هنا راح يكون الكذب على النفس قبل ما يكون الكذب على الاخرين. نعم. انه الانسان يكذب على نفسه بشيء معين وبعدين يريد يكذب على الاخرين. نعم. فينكر هذا الشيء، ينكر انه موجود عنده الادمان او على مود يهرب من الحقيقة، حقيقة العلاج. هو هسه دارد أسأل، الحقيقة مؤلمة بالنسبة لي. إنكار لهذا الموضوع هل هو نابع من معرفته مثلا ويقينه أنه مثلا هذا الموضوع هو حرام؟ أو مثلا هذا الإنكار هنا صار نتيجة الكونفرونتيشن، المواجهة، أنه هو عرف أنه هو دا يسوي شيء غلط، هذا الشيء غلط راح يهدد حياته، يهدد مستقبله، يهدد عائلته، أدرك هاي الحقيقة. زين. هاي الحقيقة مؤلمة ومرعبة بالنسبة له. يعني هو يكون مدركها. نعم. بالإضافة إلى يعني شيء ثاني، أنه بلحظتها البديل هو عباره عن الفراغ او التعاسه او الالم اذا ترك الادمان، يقول انا اذا اشرب او اخذ المخدرات ارتاح، شنو البديل؟ لان هو ما راح الطبيب نفسي ولا عرض نفسه على فد اخصائي معين
ولا اتبع الطرق العاديه بالعلاج الادماني. او يجوز لان هي اصلا هذه فكرتها كانت الخاطئه من الاساس. نعم. اللي هو عبال انه هذا الموضوع هو راح يوخره من مشاكله. صحيح. او مثلا من الواقع الاليم اللي احنا هو احنا بصوره عامه هو الكذب ناتج عن الانكار. انكار الحقيقه، لان احنا نهرب من الحقيقه. الحقيقه لكل انسان بتصور الاولي او بريميتيف درايفز محركات الاوليه تكون حقيقه مؤلمه او حقيقه بشعه. نعم. لذلك نبدي ننكر هاي الحقيقه ونبدي نالف القصص او نبدي نكذب او نبدي نقنع نفسنا والاخرين. نقنع نفسنا والاخرين. والمشكله انه احيانا الانسان من يكذب يقتنع بطريقه هشه او سوبرفيشال سطحيه بكذبته قبل ما يقنع الاخرين، ولكن هذا ما يعتبر مرض بقدر ما هو عرض لوجود نقص او لوجود فت خلل نفسي عند هذا الشخص. والحل هو الاعتراف بالحقيقه، الاعتراف بوجود المشكله. احنا نسميها الكونفرونتيشن، انه انت عندك مشكله، انه لا تهرب من مشكلتك، تصالح مع ذاتك، تصالح مع الحقيقه. الحقيقه مو مؤلمه ولا بشعه، الحقيقه هي حقيقه تبقى حقيقه، تختلف عن الكذب والخداع والتضليل اللي تمارسه على نفسك وعلى الاخرين. نعم. انه يعني هو اهم شيء انه هو يقتنع. نعم. انه هو في مشكله وبالتالي انه على مود يلقى لها حل. نعم. وياخذ اكيد الحل الصحيح. زين، قلت لي انه الكذب راح يتدرج لي من كذب حتى لو هو مرضي راح يصعد لي الاكثر راح يكون الخداع. نعم، احنا نبدي بالماتشور لاينج او الكذب الاولي اللي هو عند الاطفال. نعم. بعمر 3 سنوات واربع سنوات يبدي الطفل يكذب لحصول على منفعة معينة. هو ما يعرف أنه هذا الكذب، أو إذا عرف أنه كذب فهو ما يعرف أنه هذا الشيء غلط بشكل كامل. لأن ما كفد مرجعية أخلاقية أو نفسية تمنعه أو ترد بعد ما وصل هاي المرحلة أنه تمنعه من الكذب. فيبدأ بأنواع الكذب المختلفة عند الأطفال اللي هدفها هي الحصول على منفعة معينة مهما كانت هاي منفعة نفسية أو مادية. هنا الكذب عند الأطفال، لذلك احنا نعتبرهم اكبر كذابين بالعالم هم الأطفال. نعم. الطفل هو قادر على خلق الكذبة والعيش مع الكذبة. زين. ولكن احنا ما نقدر نحاسبه لان بعد ما واصل المرحلة السوبر ايجو او الضمير اللي تمنعه او تردعه من الكذب. زين، يعني معناها قلت لي الطفل عمره 3 سنين 4 سنين حتى اذا عرف انه هو دا. نعم. يكذب ما احاسبه. زين. شو وقت ابدي احاسبه؟ ابدي احاسبه من يعبر 5 سنوات او 6 سنوات. زين. طبعا احنا مو معناها انه 3 سنوات 4 سنوات نعوفه ما نحاسبه، لا هم نحاسبه بس بطريقه اوليه انه. نعم. عيب ما يصير، حرام فقط. بس ولا 5 سنوات 6 سنوات الشرح ليش العيب وليش الحرام وليش ما يصير هيك. نعم. اذا استمر الطفل بالاهمال انه مهمل من قبل ابوه وامه، او سلوكيات خاطئه، مشكله بين ابوه وامه، او مثلا مشكله مستمره غير ما محلوله. نعم. فالطفل يوصل الى كونسبتس او استنتاج بالعقل الباطن انه اني اكذب على مود اتهرب من هاي المشكله بالمستقبل. انه اني ما اصير مثل ابويا او ما اصير مثل امي اللي هم وصلهم لهاي المرحله، فلذلك اخلق فد شخصيه بخيالي اقنع بها الاخرين. هنا الكذب تطور عنده، مو مجرد انه الكذب بكلمات بسيطه، صار نمط حياته، هنا يكون اضطرابات شخصيه مختلفه. نعم، يعني معناها ممكن هذا الكذب اللي يبدي بالطفوله اذا ما تقوم بطريقه. نعم. صحيحه من قبل الاهل راح يتحول. نعم. لي الى مشكله تستمر يا للكبر. بالضبط. زين، قلنا الخداع ذكرت لي انه اكثر راح يكون باذيه يمكن. نعم. اكثر عفوا للناس اللي يعني المقابل. الخداع هو المرحله الثانيه من الكذب. نعم. الكذب هو الشيء الاولي، يعني احنا نقدر نقول انه بدايه الامر هو الكذب. نعم. الشيء الثاني هو الخداع. الخداع هو عباره عن عمليه الكذب المستمر لغرض خارجي وليس لغرض داخلي، يعني ما اكفد انترنال درايفز، يعني مو محرك داخلي للكذب، اكفد هدف مادي، هدف مع اجتماعي يتحصل منه المخادع، والمخادع. نعم. يا اما يكون صفه الخداع عنده صفه عابره، مثلا الخداع العاطفي للمختلف. نعم. او يكون الصفه ثابته وسائده اللي هي الشخصيه المضاده للمجتمع. نعم، اذا نجي نحكي مثلا على الخداع العاطفي، مثلا هذا ما راح يكون مثلا بأكو مثلا فد مكاسب ماديه او فد شيء راح يحصل هذا الشخص. نعم. لكن يجوز هو مثلا داخله يحب ان يؤذي المقابل. يحب ان هنا احنا هنا نفرق الخداع العاطفي عن التعلق العاطفي، التعلق العاطفي يختلف. يعني شخص مثلا او فتاه تتعلق بولد وولد يتعلق بفتاه. هذا مو خداع، هاي مجرد علاقه ممكن تكون توكسيك او سامه او علاقه غير صحيه وانتهت. الخداع هو التقصد او يعني عن سبق اصرار وترصد ايقاع بضحايا معينه. هو هذا اللي اقصده. بالضبط. نعم. هو هذا انه يتعمد ان يشوف الشخص. نعم. المقابل لاسباب ماديه مثلا او لاسباب معنويه
يعني او مثلا ارضاء مثلا لصفه معينه، ارضاء للغرور يعني. هذا الشخصيه النرجسيه طبعا. الشخصيه النرجسيه هي شخصيه تكذب بصوره مستمره، والكذب يكون منمق ويكون مو خارج حدود المعقوليه يعني. نعم. مو ما يكذب بطريقه انه يحكي فتح حكي مو طبيعي زي. ولكن الكذب هو كله يخصه هو، اني سويت، اني وصلت، اني رحت، كلمه اني معروفه. نعم زين. هذا اللي يكتب بهدف التضليل مثلا، تضليل راي عام، تضليل افكار ناس، افكار مجتمع، هذه شلون تقيمها حضرتك يعني تحت يا بند تخليه؟ طبعا هذا الكذب الدعائي اللي بروباغندا، نعم، والدعايه الكاذبه المضاده، واللي هو اول شخص ممكن اضطرها او اسسها هو جوزيف جوبلز وزير الدعايه الالماني. نعم. بعد هتلر، اني اكذب اكذب حتى يصدقك الناس. نعم. فصارت البروباغندا انه اني اوصل اخبار كاذبه للجماهير لغرض رفع معنوياتهم. هنا أنا اكفد غرض معين، غرض رفع المعنويات. ولكن هو همان يعتبر كذب. ليش؟ لان بالاخير المجتمع راح ينصدم بالحقيقه. الالمان انصدموا بعدين انه اكو نهايه لدولتهم، انتهت دولتهم. نعم. وغيره وغيره طبعا من الاشياء. هو هذا دكتور، شوف هذه نقطه هسه ذكرتها حضرتك تحتمل يعني جزئين، جزء ابيض وجزء اسود. نعم. اذا ننظر لها من باب انه هو دا يخدع الناس ودا يضلل لهم الحقيقه، اوكي هذا فشيء يعني سيء. لكن بنفس الوقت خاصه بمثلا انت قلت لي يعني بوضع الحرب او حتى يعني اخفي الهزيمه مثلا او الانكسار مثلا للجيش مثلا اثناء اي حرب معين، هذا الشيء راح يكون بالعكس حافز نفسي، لانه انت لو اقوى جيش بالعالم، لو انت من اول يوم تقول له انه العدو مالتك اقوى منك، هذا راح اكيد راح يخسر المعركه من اول يوم. نعم. فمرات نكون مثلا جوز مضطرين انه نخفي يعني جوز. انا مثلا لو قائده مثلا مؤسسه عسكريه هم راح اتصرف بهذه الطريقه. هي ما تعتبر اليه انكار عامه مارسها مثلا عندك انت يعني عبر التاريخ بالقران، مارسها فرعون مع موسى. نعم. من القى السحره ساجدين. وعرف فرعون انه هذا الحق مع موسى، انه مع نبي الله موسى، ولكن هو انكر، فقال هذا كبيركم الذي علمكم السحر. نعم. هذا عملية إنكار، كذب على نفسه، هو يعرف أنه هاي الحقيقة بس كذب على نفسه وكذب على الآخرين. نعم. أيضا في حالة كفار قريش ويا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. كذلك نفس الشيء مارسوا عملية الإنكار، فادعوا أنه مجنون أو. نعم. كاذب أو غير. نعم. رغم أنهم يعرفون تماما أنه هو صادق، لأن الحقيقة مؤلمة بالنسبة لهم. نعم. الحقيقة مؤلمة بالحروب. نيجي على أكفد نوع من أنواع الكذب اللطيف، هو التمثيل الفن. نعم. هنا أنا التمثيل والفن هو يعني الممثل او الفنان او المسرحي او يعني. نعم. هو ده يكذب يعني، هو. نعم. من ده يمثل هاي الشخصيه فعلا، هي مو شخصيته يعني، هي لهذا جزء تسمى الفنون الجميله. الفنون هي الجميل. التمثيل يعني يعتبر. نعم. انه شخص يظهر بغير غير مظهر غير سلوكه. نعم. من يعني من يبكي قدامنا بالكاميرا هو. نعم. ما ده يبكي، هو ممو حزين على المشهد، بس هو تقمص الدور. نعم. انه هو ده يبكي. هل هذا نعتبره كذب؟ لا ما نعتبره. نعم. كذب، نعتبره بالعكس شيء، نعتبره فانتازيا خيال. نعم. وواسع الخيال، وانه ده يسوي شيء لإرضاء الجماهير أو لإرضاء الجمهور. نعم. زين. أيضا واحدة من الصفات اللي هي كلش منتشرة يعني وموجودة بينا إحنا كلنا، صفة النفاق. النفاق. مستحيل إنه أكو شخص ما فد يوم النفاق، اللي هو يعني مثلا تأويل الكلام أو نقله لغرض مثلا خلق مشاكل. نعم. هذه الصفة لما تكون إنه مؤذية للآخرين، شلون نقدر مثلا نتخلص من عدها؟ هو الكذب يولد أو نقول يفرخ يعني، يجيب الغيرة أطفال. مثلا الحسد ممكن تكون عوامل مساعدة لها. أيه. أطفال يعني مثلا يجيب الخداع، يجيب النفاق، هاي محاولات متطورة للكذب. نعم. احنا انتقلنا من كذب العادي إلى كذب مضر مؤذي. نعم. مدمر. النفاق هو عبارة عن إضمار سمة وأظهار سلوك. نعم. مضاد لهاي السمة. نعم. إضمار سمة الكراهية والعدوانية لهذا الشخص. نعم. وإظهار سلوك الانجذاب وسلوك الاحترام لهذا الشخص. نعم. وتنقسم الى قسمين، الاضمار الكراهيه منتهي منها بالحالتين. نعم. والحاله الاولى هو النفاق المشهور، مثلا ينافق المديره بالعمل. نعم. مثلا او ينافق الرئيسه مثلا، او فدائما يبين لانه انت فيك، انت فيك الخصام وانت الخصم والحكم. نعم. وانت ولا غير. نعم. انت دائما يمدحه. زين. النوع الثاني من النفاق هو النفاق السلبي، اللي هو يضمر الكره والحقد ويطلع الكره والحقد، ينشر هذا الحقد والكره، ويطلع الكره والحقد والانتقاد والسلبيه، بالاضافه الى انه هو يخليه وياه مغلف بنوع من المحبه اللي هو دس السم بالعسل. زين. في حالات العلاقات السامه مثلا. نعم. ويا صديقه مثلا، او وحده ويا صديقتها تقول دائما تنتقدني، دائما اشوفها تاذيني، هذا يسموها الباسيف اجريسيف بيرسوناليتي. نعم. الشخصية العدوانية السلبيه. نعم. زين. هذه دائما معناها الشخص المنافق دائما اكو عنده منافع
من وراء هذا النفاق، لو هي فقط حب انه ينشر هذا السم او هذه الكراهيه؟ نعم، هو ممكن يكون عنده منافع اذا كان المحرك خارجي. نعم، اذا كان مثلا وجود فد سلطه، وجود فد منفعه، لذلك يبدي ينافق، يبدي يعلم، او يكون لغرض داخلي انه هو منافق فقط، لانه هو طبيعته انه هو يكون منافق لاشباع النفاق، لان يعتقد انه جزء من شخصيته وتركيبته الشخصيه هو اظهار شيء واضمار شيء واظهار شيء اخر. زين، هسه هذه احنا تكلمنا عن الكذب والخداع والنفاق. نعم. موجوده دكتور بحكم يعني خبرتكم، عند النساء اكثر وعند الرجال بصراحه يعني؟ هنا لا يعتمد على اضطرابات الشخصيه طبعا. زين. هي موجوده عند الكل، من ميز بين رجل او مراه؟ الاكثر، الاكثر يعني مثلا احنا يعني مثلا عندك الشخصيه المضاده للمجتمع هي عند الرجال اكثر بكثير من النساء، اللي هي من اهم صفاتهم هو الخداع والكذب والنصب والاحتيال على الناس. يعني الكذابين رجال اكثر يعني ممكن، بس مثلا عند الشخصيه الهستريوني او الشخصيه الصارخه الجاذبيه هي نوع من انواع اضطرابات الشخصيه طبعا. هاي عند النساء ايضا تكذب بطريقه احترافيه للوصول الى قلوب الرجال. نعم، زين، هذه يعني خلينا نحكي على هذه الاعراض الثلاثه اللي ذكرناها، هل هي تعتبر من ضمن الامراض او الاضطرابات العقليه؟ هي ما تعتبر ضمن الاضطرابات العقليه، وانما هي اضطراب سلوكي. لان الشخص يعرف ويميز ويقدر يميز ما بين الحقيقه والكذب. بالمناسبه اكو صفات واضحه جدا لكشف الكذب، اللي هي اولا تكرار الكلمات، ثانيا التعميم، يعني مثلا نقول يعني مثلا موظف انت ليش تاخرت، كل الموظفين يتاخرون، او ازدحام الشارع، ازدحام، هاي الكذبه الشهيره. زين، او مثلا استخدام كلمات قليله في حالات الكذب، الدفاع عن النفس، يعني ما احد مثلا انت سويت هذا الشيء، لا انا ما سويته، بس هاي يسكت. اما الكذب المرضي اللي يستخدم كلمات كثيره وكلمات مكرره، طبعا ازاغه البصر ما يقدر يباع بالعين، مع تعرق مثلا او صعوبه في التنفس بسبب زياده ماده الادرينالين، تعرفين يعني ودي يكذب، فماده الادرينالين تزيد بسبب القلق اللي عنده. نعم، وبعض الصفات الاخرى يعني طبعاً. معناها هسه خوش سؤال هذا، انه اكو فت صفات او اعراض معينه. بالمناسبه يعني اكو كذابين هم يعني ممثلين بارعين. اكو شخص مثلا تعرفه فلان هو كذاب هذا، فالناس كلها تعرفه هو، انت تصدق من عنده مثلا هذا اي احشايه لان هو كذاب. نعم. لكن اكو ناس تكون بارعه بالكذب، بحيث انه انت مو بسهوله ان تكشف هذا الشخص. فهذه الصفات اللي انت ذكرتها، مال انه عدم يعني التركيز مثلا بالبصر او مثلا التعرق، هذه ممكن تكون اعراض اوليه لكشف الكذب يعني؟ ممكن، يعني مثلا اعاده تكرار الكلمات مع مثلا خطا بالسيناريو الاول يختلف عن السيناريو الثاني. ازاغه البصر مثل ما قلت. نعم. استخدام كلمات كثيره اكثر مبالغ بها. زين. التعميم، هاي كلها ممكن تكون هي صفات الكشف الكاذب عند الاشخاص العاديين طبعا، مو اشخاص المحترفين او اطباء النفسيين. نعم. يعني عند الطبيب النفسي الكاذب مكشوف بسهوله. زين. هذا الشخص الكاذب بصوره مرضيه. نعم. شلون لازم اني اتعامل وياه؟ يعني كانسان عادي، مو انه كطبيب نفسي واكو جوز مثلا مشوره نفسيه، او اذا اكو مثلا فت علاجات خاصه، بس كاني كانسان مثلا زوج وزوجته، او مثلا اب بنت او ولد ويا اهلها، واني اعرف انه هو هذا كاذب، اواجهه بالكذب؟ نعم. مالته اواجهه بالحقيقه؟ طبعا ذكرت كان يسموه الكذب القهري. نعم. بالدي اس ام 3 اللي هو النسخه الثالثه للامراض النفسيه العالميه. نعم. حاليا يسموه بالكذب المرضي او القهري، اللي هو المرضي اقصد. والمرضي هو عباره عن شنو؟ هو هذا من مو طفل، يعني من عمر المراهق، من عمر 15 و16 سنه وفوق، ويكون مع اضطرابات شخصيه محدده، ويكون المحرك داخلي وليس محرك خارجي. الكذب لاشباع عقده نقص داخليه مثلا، فيكذب بطريقه كبيره وبطريقه مبالغ بها ومحبكه بصوره محبكه جيده. بنسبه 70% او 80% من الكذب مالته مكشوف. نعم. يبقى 20% بسبب يعني تعرفين ظروف معينه، وهذا ممكن يصدق هذا الشخص. نعم. علاج هذا الشخص هو المواجهه، الكونفرونتيشن بكذباته. نعم. يعني الشخص اذا عرف انه هذا الشخص ده يكذب، يقول له انت ده تكذب ترى، واحنا انا اعرفك ده تكذب، كل ما راح تسكت عليه هو راح يزيد بالكذب، راح يزيد بالكذب. دكتور مخلد، مثل كل مره اقول لك الكلام بالمواضيع النفسيه جدا ممتع، انا لي بصوره شخصيه واكيد للكل اللي يتابعونه. شكرا جزيلا لحضورك ويانا، كلام كان جدا يعني مفيد وجميل. الله يسلمك دكتورة، انا تشرفت بيك امينه وتشرفت بالقناه. شكرا جزيلا لحضرتك. الله يسلمك. اذا مشاهدينا الكرام، ان شاء الله انه الكل يبتعد عن هذه الصفات السلوكيه السيئه اللي تكلمنا عنها اليوم. الصحه والسلامه لكم مشاهدينا، وانتظرونا بالأسابيع المقبلة.